اتفضل يا باشمهندس. هذه التراخيص اللي صدرت مخالفة كلها للائحة، ومش هخش في تفاصيل المخالفات اللي فيها لأنها طويلة. لكن صدرت بمقاسات 3 في 8 و 6 في 8. ده المقاس اللي تنفذ على الطبيعة 10 في 20. فوقعت الإعلانات. وقعت. ادي صورها، وصورها موجودة عندكم في الإعداد. يا جماعة وهاتوا لنا بقى الإعلانات اللي وقعت كده بعد إذنكم. دي اماكنها فين يا رزبة؟ عشان بقى طريق اسكندريه مطروح الساحلي. طيب انا كان معايا، كان في حد بيكلمني اول امبارح، الفنانه منال عبد اللطيف قالت لي انه في اعلان وقع كسر ست سبع عربيات. لا ما انا ما عنديش معلومه عن الحاجه. وقالت لي قالت لا في ناس اصيبوا وفي واحده في المستشفى دلوقتي بسبب الاعلانات اللي وقعت. منال عبد اللطيف من يومين ثلاثه قالت لي هذا الكلام. فدي الاعلانات اللي وقعت. وقعت ازاي يا ريس؟ وقعت. ليه وقعت؟ قبل شويه هوا وقعت الاعلانات. اي السبب تنفيذها الهندسي خطا. خلاص كده. فجالي ترخيصها غلط، وترخيصها غلط. ومتابعتها غلط. هم خدوا ترخيص بمساحه معينه وعمل اضخم. هنرجع بقى للنقطه دي بعد كده. فجالي جواب من شركه اعمار. اهو. بصفتي. رئيس شعبه الاعلام. بصوره من جواب مبعوث للسيد رئيس الهيئه العامه للطرق والكباري برقم محضر. اهي عاملاها شركه اعمار. اعمار من اكبر المستثمرين في الساحل الشمالي. قلت لي جواب اعمار يا جماعه رئيس شعبه الاعلام. اعمار يعني عامله اعلانات بادجتها كام في المنطقه دي؟ لا هي مش عامله اعلانات، او عامله مشروع. او مشروع ما انا عارف. هي اتفقت مع شركه قطاع. لا خالص. امال ايه؟ لا مش عامله اعلانات. اعمار مش عامله اعلانات. امال ايه؟ يا جماعه شكوى عن وقعت قدامها الاعلانات، قدام الكامباون اللي تملكه اعمار. مراسي. اوكي. وقعت الاعلانات قدام مراسي. من ضمن الاماكن اللي وقعت فيها وقعت اعلانات قدام مراسي، فبعتوا يشتكوا لي. بعتوا للسيد رئيس الهيئه جواب، وبعتوا لي صوره منها. في رقم المحضر، وبعتوا لي بالعلم كرئيس شعبه اعلان. ان انا لما بتحصل اي مشكله مع الشركات انا بتدخل كرئيس شعبه اعلان. تمام. فبعتوا لي جواب بهذا المعنى. خلاص. انا خاطبت كل المسؤولين في الهيئه العامه للطرق والكباري. هو كمان بعتين جواب لرئيس مجلس اداره الهيئه العامه للطرق والكباري. بعد شركات الادابت على تثبيت اعلانات على الطريق الساحلي الاسكندريه بطريقه مخالفه للاصول الفنيه والهندسيه، مما نجم عنه تعدد حالات تطاير الاعلانات وسقوطها على الطريق العام، وتكرر سقوط الاعلانات اكثر مره مما يمثل خطوره داهمه على المواطنين وعلى رواد قريه مراسي السياحيه. ده بتاريخ 14/7/2018. تمام. وجالك جواب نفسه. ايه اللي حصل بقى؟ بعتنا للهيئه العامه شكاوي، وكثيرا من الشركات العامله على الطريق اشتكت نتيجه هذه المخالفات لاسباب اخرى. لان كمان الشركه خدت اماكن ناس مش اماكنها، واماكن مرخصه من الهيئه العامه للطرق والكباري. اشتكينا ولم تتحرك الهيئه خالص في هذا الموضوع، غير في اللي انا هقوله لحضرتك ده تحديدا. اللائحه بقى بتاعت الهيئه بتاعت المنطقة اللي صدرت التراخيص بتنص صراحة ان لو الاعلان وقع الترخيص يلغى. تمام. يتم تثبيت الاعلان بطريقة امنة وراء فيه تحمل ضغط الرياح عند اقصى درجاته، وفي حالة سقوطه يلغى الترخيص مع حقية الهيئة في قيمة التأمين. خلاص. ادي اللائحة كمان اهي. مفيش حاجة حصلت. خلاص. بعد سقوط دول كم واحد سقطوا؟ قلت لي 80 اعلان او حاجه كده. لا هو مركب اكتر من العدد اللي واخده، ومركب 80 اعلان، واللي سقط حوالي مثلا 10 12 اعلان. مع ذلك لم يتم ايقاف التراخيص لها هذه الشركات اللي عامله الاعلانات. ما توقفتش التراخيص. الجزئيه الثانيه بقى. الهيئه نسبه عمله مش المفروض يتابعوا؟ هم يتابعوا ده المفروض في مهندس طريق، مش كده؟ مهندس طريق ده معناه كل يوم شغلته انه يطلع على الطريق يتابع الطريق. جاي من هيئه الطرق الكباري التابعه لوزاره النقل، التابعه لهشام عرفات. طيب اتمنى يكون سامعني الدكتور. هذا المهندس طلع على الطريق وعمل حصر من كتر الشكاوي اللي احنا عملناها. خلاص؟ تمام. عمل هذا الحصر يوم 12/8. خلاص كده؟ خلاص.